أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أعدل، للتي هي أوسط. كل ما تتمناه النفس ستجده في القرآن الكريم. القرآن الكريم له خصائص كثيرة، من أعظم خصائصه أنه يجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة. اقرأ أي آية من كتاب الله وستجد أن خطاب العقل حاضراً بجانب خطاب العاطفة. الناس في خطاباتهم قد يميلون كثيراً إلى جهة مخاطبة العقل، وقد يميلون كثيراً إلى مخاطبة العاطفة، والطريق الوسط أن يستطيع الإنسان أن يجمع بين السبيلين. يعني بالمثال يتضح المقال ويزول الإشكال. لو جاء شخص وقدم محاضرة يخاطب فيها العقل بقوانين التفكير وإدراك المتضادات والمختلفات، واستعمل أسلوبا علميا بحتا، ستجد أن النفس تقول بأن هذا الخطاب خطاب جاف. وإذا جاء شخص وتحدث بأسلوب وعظي ستجد أن الناس يقولون لك هذا خطاب عاطفي. أما في القرآن الكريم ستجد أن القرآن يجمع بين هذين الأمرين في آية واحدة. أي آية؟ يقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف نعرف الاختلافات؟ بالعقل ولا بالعاطفة؟ شباب، بالعقل ولا بالعاطفة؟ بالعقل. ويقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعندنا قضيتان: قضية العقل وقضية القلب. فعندنا في قضية التدبر لا بد من حضور الجانب العقلي والجانب العاطفي. أي قضية تريد أن تنظر من خلال القرآن الكريم إليها في الواقع فتأمل في كتاب الله العظيم. ومن الأساليب القرآنية التي لا بد من حضورها ونحن نعيش هذه الأزمة العالمية اليوم، وقضية الحق والباطل، وقضية المقاومة الفلسطينية وما يحصل في تلك البقاع، لا بد من حضور النظرة القرآنية لمثل هذه الأحداث. فمن الأساليب القرآنية أنك تنظر إلى الأحداث وتعتبر من خلالها. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية تتحدث عن حدث الهجرة النبوية، نزلت في غزوة تبوك. بين نزولها وبين الحدث مدة من الزمن. إذن من وسائل تثبيت النفس، من وسائل الاعتبار والاتعاظ، ومن الأساليب القرآنية أنك تستفيد من الأحداث الماضية. وذكرهم بأيام الله من الوسائل التي أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يذكر بها بني إسرائيل، أن يذكرهم بأيام الله. ما هو اليوم؟ هو ظرف لوقوع الأحداث، ويعظم اليوم والزمن بعظم الحدث الذي يقع فيه. ولذلك ستجدون أن القرآن الكريم يعرض لنا الأخبار والأحداث ليس لأجل التسلية أو المعرفة فقط، وإنما لأجل أن نعيش مع الحدث. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حدث الفيل وأصحاب الفيل؟ لم يرى بعينه. تفتح أي كتاب من كتب التفسير سيقول لك: ألم تعلم، ألم ترى بمعنى ألم تعلم. إذن لماذا استعمل التعبير القرآني الرؤية العينية عوضا عن العلم؟
أيهما أدق؟ يقال لك ألم تسمع، ألم تعلم، ألم تخبر، أم يقال لك ألم ترى؟ ألم ترى؟ إذن أيها الإخوة، ونحن نقرأ القرآن الكريم ينبغي لنا أن نتعامل مع هذه الآيات القرآنية بتعامل الضعيف الذي يوقن بأن هذا الحدث حصل، ومن ذكره في القرآن الكريم عبر ودروس لا بد أن نستصحبها في واقعنا وفي حياتنا. فرؤيتك للأحداث بعينيك قد يشوبها شيء، ولكن وصول الخبر في القرآن الكريم كأنك تعيش معه وتراه رأي العين، ينبغي ألا تدخله أي شائبة. نأتي بمثال وبمشهد وننظر كيف ينقلنا القرآن، التعبير القرآني، إلى مشاهدة الحدث كأننا نعيش زماننا اليوم، لا يختلف عنه لحظة، ستجد نفس الأحداث، شيء عجيب. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هل عشتم حدث الأحزاب؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظروا إلى هذا المشهد، لعلكم وأنتم تشاهدون الأخبار حسب ما ترونه اليوم لا تملكون إلا أن تصفوا هذا المشهد بأننا يا رب لا سبب لنا، يا رب لا أملك شيء. نفس المشهد: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود الأحزاب. ماذا فعل الأحزاب وكيف تشكل جيش الأحزاب؟ بنفس المشاهد أيها الشباب، أيها الإخوة، لو تقرأوا في قضية الأحزاب ستجدون أن التاريخ يوشك أن يكرر نفسه اليوم، حتى أنك ترى الحدث رأي العين. بني النضير من اليهود الذين نقضوا العهد والوثيقة وأرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، تشتتوا. إلى أين؟ مجموعة منهم ذهبوا إلى خيبر، هناك شكلوا تجمع وخطة أرادوا أن يرسموها حتى يهاجموا جيش المسلمين. الخطة كانت تقتضي ماذا؟ تقتضي بأنهم يجمعوا الأحزاب. غطفان فيها 6,000 مقاتل بالقبائل المجموعة، ولكن قريش فيها حوالي 3,000 أو 4,000. أيهما أقرب إلى اليهود الذين أرادوا أن يحتلوا ويغتصبوا المدينة، غطفان أم قريش؟ غطفان. أنتم الآن تجدون هذه منطقة هنا في خيبر، ثم تأتيكم المنطقة التي بعدها غطفان، قبائل غطفان، ثم بعد ذلك تذهبوا إلى قريش. لماذا تركوا غطفان حتى يذهبوا إلى قريش؟ حتى يلجأوا إلى القوة العظمى آنذاك، أكبر عدو للإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تحركوا حتى يأخذوا الولاء منهم ويأخذوا الحق لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأحداث الحالية اليوم، يتكرر المشهد. تركوا قوى كثيرة، ما يعرف بالسياسة الإمبريالية، الاستعمار، الأصل هو استدمار، يسمونه استعمار وليس استعمار، هو استدمار، طلب بالدمار. ماذا يفعلون؟ كيف يأخذون هذه الشرعية لقتال المسلمين؟ ذهبوا إلى قريش فخططوا ووضعوا خطة متكاملة الأطراف ومولوها بأموال خيبر. اليهود غاصبين المحتلين، نفس المشاهد، يوشك التاريخ أن يكرر نفسه. ثم ذهبوا إلى غطفان واستعملوا المال على أن يعطوهم جزءا من الثمار وأن يتكفلوا
بتمويل الجيش، ومن كان يحتاج إلى سلاح كانوا يمدونه بالسلاح. فاجتمعت الأحزاب جيش قوامه 1000 مقاتل. كم عدد المسلمين؟ تذكر بعض الروايات 3000، ولكن حقيقة الأمر هذا العدد فيه نظر، كثير من العلماء ناقشوا هذا العدد، لأنه لو نظرنا إلى الحدث في غزوة أحد وما حصل بعد غزوة الخندق يقول لك عدد المسلمين لم يصل إلى 1000. فيذكر بعض كتاب التاريخ بأن عددهم لا يتجاوز 1900 وعدد معين هكذا. فهذا عددهم 900 مقابل كم؟ مقابل 10000. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. انظروا إلى العرض القرآني لمثل هذه القضايا. الذي ينظر إلى القوى المادية المحسوسة اليوم يقول هذا لا، إيش هذا العدد؟ انظروا إلى ما فعلوه، انظروا من يملك الحق ماذا يفعل، كيف يمكن بإيمانه بقضيته العادلة ماذا يمكن أن يفعل، بإيمانه بالله عز وجل وبوعد الله وبنصر الله. تأتي هذه المشاهد ويأتي مباشرة مجموعة من الكفار، يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة المعلومات الاستخباراتية، أكبر جهاز استخباراتي آنذاك، الاستخبارات يعني طلب الأخبار. كان النبي صلى الله عليه وسلم تجرأت بعض القبائل بعد أحد تجرأت على جيش المسلمين، ولكن النبي كانت تصله الأخبار فيؤدب هذه القبائل، فأرادوا أن يجتمعوا حتى يضربوا المسلمين عن قوس واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم بفضل بتوفيق الله وبفضل هذه الشبكة من الاستخبارات وصلت إليه المعلومات، فجمع كبار الصحابة، هل ندافع أم نهاجم؟ وفق هذه المعطيات اتفقوا على الدفاع. بعد اتفاقهم على الدفاع ما هي الخطة؟ الخطة بأن يذهب مجموعة من الصحابة ليحفروا الخندق بعد أن أشار عليهم سلمان الفارسي بتلك الخطة الرائعة. فبدأوا بحفر الخندق والجو جوع وعندهم عطش، وكان عام مجاعة والجو بارد، وتعرفوا برد المدينة كيف. فبدأوا في العمل والنبي كان معهم، قسم الأعمال، لم يترك الأمر للحظ للبركة، تخطيط استراتيجي. إذا تريد تقرأوا في دقة هذا التخطيط اقرأوا كتب اللواء الركن محمود شيث خطاب، كما يقول عنه أحد الباحثين الأمريكان، يقول بأن هذا صاحب أكبر عقل عربي استراتيجي، إلا أن العرب لا يستفيدون منه وتوفي. هذا لواء ركن عراقي حاولت القوى الاستخبارات أن تطيح به أكثر من مرة، ألف مؤلفات في العلوم العسكرية ودعا إلى توحيد المصطلحات العسكرية، وتحدث عن التعبئة المعنوية، وتحدث عن التوجيه المعنوي، وتكلم عن التخطيط الاستراتيجي، وناقش قضية الكتمان، وناقش قضايا النبي صلى الله عليه وسلم، وناقش في كتاب الرسول القائد كيف كان النبي يخطط. أعمال استخباراتية دقيقة. اسم المؤلف اللواء الركن محمود شيخ خطاب، تكلم عن المشاهد التي نعيشها اليوم وكأنه يراها رأي العين. كتاب صدر في عام 1968 يتحدث عن المعركة الحاسمة قبل الانتصار، وتحدث عن قوى الجيش الآن الذي تشاهدونه بتفاصيل غير طبيعية، وذكر 9 عوامل لسقوط الكيان المحتل، وستجدونها موجودة على الواقع. على كل حال، إذا أردتم تعرفوا هذه التفاصيل من خبير استراتيجي عسكري عالم كبير، ستجدون هذه الكتب موجودة، صاحب كتاب التخطيطات العسكرية، صاحب كتاب الكتمان في حياة الرسول القائد، صاحب كتاب كتب كثيرة له في العلوم العسكرية، وهو قاد مشروع كبير لتوحيد المصطلحات في الوطن العربي، ورجل عالم كبير، مؤلفاته وصلت إلى 116 كتاب في السيرة النبوية وفي التخطيط العسكري إلى آخره. الآن لا نتحدث عن هذا الرجل إلا من باب الاستفادة من خبرته. على كل حال، ستنظرون إلى تخطيط عجيب في عملية حفر الخندق وكيف تم توزيع الأعمال وما هي المهام. حفر الخندق، عندما جاءت الأحزاب وقفت أمام الخندق لم تعرف كيف تتصرف، كيف أتصرف في هذا المشهد، كيف يتفاعلوا مع هذه خطة جديدة. ذكر في مناقشته لأسباب الانتصار في غزوة الأحزاب، هو نفس هذا الرجل المختص، يقول بأن من أسبابهم اتباع أساليب جديدة في الحرب. فذكر كيف إذا النبي صلى الله عليه وسلم صدمهم في المعركة الأولى في بدر وفي أحد في استعمال أسلوب الصفوف، فكيف به وفي غزوة الأحزاب استعمل أسلوب جديد لم تعرفه العرب. تعرف أنت الواحد لما يأتيك بفكرة جديدة شيء غريب، ناس لم يعتادوا على استعماله، هل ينجح أو لا ينجح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم
أخذ بمشورة سلمان الفارسي وفي ذلك دروس كثيرة. فحصل ما حصل، جاءت قريش واجتمعت أمام الخندق، عندهم جبل بني عبيد وأولئك جبل سلع، وتحصنوا خلفه، وجد الخندق في مواصفات معينة. لما وصل جيش المشركين تفاجأوا بهذا الأمر، حصل ما حصل من الحصار. الحصار استمر لأكثر من شهر، قرابة شهر. وسط هذا الحصار عانى المسلمون أشد أنواع المعاناة، لأنهم لم يكونوا فقط حفروا الخندق واكتفوا، لأن كانت هنالك مناطق تعتبر ضعيفة، كما حصل من عمرو بن ود عندما جاء وقابله علي بن أبي طالب وقتله، عندما جاء قصص كثيرة حصلت. كانوا يتابعون بدوريات مستمرة متيقظين، وكان هنالك تبادل للنبل، هؤلاء يقذفون بالنبل ويرمون بالنبل وهؤلاء يرمون، وكان صراع. فعلى كل حال اشتد الأمر، حتى أن أحد الصحابة من بني حرام أراد أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني حرام أقرب القبائل الموجودة عند الخندق. هذا ما حصل. على كل حال ذهبوا وأكلوا من عند ذلك الصحابي الجليل وكفاهم الأكل والمؤونة، مروا بمعاناة شديدة، البرد والجوع والترقب. في ذلك الأثناء استطاع أن يتسرب وأن يتسلل أحد زعماء اليهود، فأقنع بني قريظة، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. هؤلاء لا يؤمنون على العهود، لا يؤمنون على العهود، ولو قالوا ولو حلفوا أيمانا بما يعظمونه، هؤلاء ديدنهم نقض العهود، هذا ديدنهم. فعندما وصلوا، تحكي بعض الروايات بأنهم تمنعوا بداية خشية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بعد ذلك وافقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ 9 إجراءات عسكرية، من ضمنها أنه جمع النساء والأطفال في ديار بني حارثة لأنها أكثر تحصينا، وجعل بعض الصحابة حتى يحمون ذلك الجمع، وحصل ما حصل من القصص. عموما تسربت الأخبار إلى جيش المسلمين بأن المنافقين قد نقضوا العهد، أطفالنا نساءنا في الخلف، هؤلاء الأحزاب من أمامنا، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، من فوقكم ومن أسفل منكم، يهود بني قريظة والأحزاب في مشهد لا يحسد عليه. هل يرجعون للخلف أم يفكون الحصار؟ هل يستسلموا في وضع غير طبيعي؟ حاول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود عاهدوا بني غطفان على ثمار خيبر، فأراد النبي أن يعاهدهم بأن يرسلوا وفدا فيكون هنالك اتفاق، تكون هنالك نوع من الاتفاقية حتى يخرجوا عن جيش الأحزاب، بدل 10,000 مقاتل 4,000 6,000 تروح، نعطيكم ثمار المدينة. فعرض الأمر على الصحابة فقالوا عندما كنا على الكفر كانوا لا يأكلون شيئا إلا برأينا أو بمشورتنا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا هل هذا أمر أو أنها سؤال واستشارة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لكم، القائد العسكري. فماذا فعلوا؟ قالوا والله لا نعطيهم حبة تمر، نعطيهم، نحن الآن مسلمين، كنا سابقا ما نعطيهم عدة ونعطيهم المؤمن العزيز صاحب الحق. على كل حال حصلت قصص كثيرة، قصص نعيم بن مسعود، يعني من شدة الأمر أيها الإخوة. يقول الله عز وجل، انظروا إلى التعبير القرآني، لما اشتد الأمر اشتد الضيق عليهم، الله عز وجل يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا ماشي، يعني بتفتحوا الروم وفارس، فتحوا صنعاء اليمن، وانتوا الواحد منا ما يقدر يقضي حاجته وانتوا جالسين توعدونا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل أسلوب التبشير، الله عز وجل يقول ويش في صدور قوم المؤمنين. المؤمن ينبغي حتى عند اشتداد الأزمات يكون ثابتا. قد يقول قائل والله نحن قد نخاف، نعم الخوف موجود، هذا أمر طبيعي، لكن أن يجعلك الخوف تترك مبادئك وقيمك والتزامك وثقتك بموعود الله، لا. تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الأمر وطال الحصار قال للصحابة من يقوم منكم ليتقصى لنا خبر قريش، لأن سمعوا أخبار بأن حصلت فرقة ونزاع فيما بينهم، لأن العرب ما متعودة ترى على الحصار الطويل، العرب يوم واحد يومين حرب ما يقدروا أكثر، فحصل بينهم خلاف. قال من يذهب ليتقصى لنا خبر قريش، خبر الأحزاب، إيش اللي استوى معهم. تذكر بعض الروايات بأنه لم يقم أحد من الصحابة،
طبعا العلماء يجتهدون، منهم من يقول بأن هذا من الخوف الطبيعي أو العادي، ومنهم من يقول لا، لأنهم كانوا يعلمون أن هذه المهمة صعبة ويخشون أن يأخذوا هذه المهمة ولكنهم لم يوفوا بها. ولكن على كل حال يقول حذيفة من اليمان عندما قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، يقول قمت وكأني أمشي بين الحمام، حمام البخار، هو يمشي من شدة صعوبة المهمة التي ذهب إليها. فوصل إلى معسكر الأحزاب وسمعوا ببعض الحركة، فقال فليتقصى كل واحد منكم خبر صاحبه، فأخذ عن يميني فقال من أنت؟ قال أنا أبو سفيان. ثم أخذ عن شماله قال من أنا من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاص. بدأ فبادر، فسكن بعد ذلك الجيش واستمع الخبر ورجع إلى رسول الله فأخبره بالخبر ونجح في تلك المهمة. على كل حال انظروا إلى التعبير القرآني لأن هذا هو محور حديثنا. الله عز وجل يحكي لنا هذا الخبر وهذه الشدة بدقة بالغة لا يتصورها الإنسان إلا وكأنه يشاهد هذا المشهد رأي العين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصلت الأخبار إلى الجيش وحصلت الزعزعة وهنالك المنافقون. انظر إلى الفرق، هناك خوف عادي يبتلى به كل إنسان، وهنالك خوف يقود الإنسان إلى أن يترك قضيته العادلة. ماذا فعل المنافقون؟ كلنا نبتلى بالخوف حتى في أثناء المعركة. نسأل الله عز وجل إذا امتحننا وابتلانا واختبرنا ألا يجدنا إلا صابرين ثابتين على أمر الله. كثير ناس يتحدثون ولكن إذا ابتلوا هل سيصبرون على ذلك البلاء أيا كان ذلك البلاء؟ انظر إلى قول المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم، ما اكتفوا بالخوف، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لم يكتفوا، هذا الخوف نقلهم إلى نسيان قضيتهم كما يفعل بعض من ينسى هذه القضية ويسعى إلى التطبيع في مثل هذه القضايا وعند هذه الأزمات، بل إن بعض الناس يقلب الباطل حقا والحق باطلا بأن يستعمل أساليب ملتوية هنا وهناك. يقول الله عز وجل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. أيها الإخوة، هذا يعني ابتلاء عظيم. يقول الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، الفتنة هنا القتال، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، عاهدوا الله عز وجل، قالوا يا رب إذا كتب علينا القتال وإذا كان. هل وصلت إلى الإيمان بالتصديق بموعود الله لدرجة أنك ستضحي بمالك وبنفسك وبجاهك وبعلمك؟ هنا الابتلاء. يقول الله عز وجل مطمئنا ومبينا أن المنافقين لا يزيدون المؤمن إلا خبالا، فتمسكوا بقضية الحق. ماذا يقول الله عز وجل؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. انظروا إلى التعبير القرآني، من الموت أو القتل. تأملوا في هذه الكلمة وهذه الكلمة حتى تجدوا عمق هذا المعنى. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ انظروا إلى التربية الإيمانية، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين، مجموعة من المنافقين يعوقون الناس، لا في قضية المقاطعة ولا في قضية الحرب ولا في قضية أمانة الكلمة ولا في قضية بيان العلم ولا في بيان. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف، شوف الابتلاء كيف، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. شوف كيف الله عز وجل يعبر التعبير القرآني، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا وإن يأتي الأحزاب يودون لو أنهم وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم كانوا بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
الله عز وجل يبين هذا حال المنافقين. قد نتألم عندما نشاهد هذه المشاهد، لكن لابد الإنسان أن يعلم بأن هذه الفئات موجودة في كل وقت. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. إذا نراجع قضية الإيمان بالله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. شوف كيف عبروا هذا الخوف، عبروه بعد أن نظروا في النصوص الشرعية والثقة بموعود الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما تستحق النصر عندما قاموا بواجب النصرة لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا مشهد مصغر، أقول بأن غزوة الأحزاب حدث حدث في الماضي، ولكنه يحمل دروسا وعبرا للحاضر. فينبغي أن نقرأ هذه المشاهد بالرؤية القرآنية حتى نمتلك إيمانا صادقا عندما تأتي الامتحانات والابتلاءات والمحن. فالمؤمن لا يرضى أن ينسى مبادئه وقيمه لأنه قد تأثر بمشهد من المشاهد المؤلمة. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان عزة المؤمن وقوته: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، قوم الكافرين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأحسنتم وبارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وإياكم على أعداء الحق والدين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم نصرك لإخواننا في غزة وفلسطين نصرا مؤزرا. اللهم نصرك لإخواننا في غزة وفلسطين كما نصرت أولياءك وأنبياءك. اللهم إنا نسألك بحق أسماء اللطف والجمال أن تلطف بإخواننا المستضعفين في غزة. نسألك ربنا أن تحفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. نسألك ربنا بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك ربنا بحق أسماء العزة والجلال أن تقذف الرعب في قلوب عدوهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المقاومين بحق على أعداء الدين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأحسنتم وبارك الله فيكم.